ايه النهارده، مش حلقه هحكيها بس شويه توضيح لحاجات معينه. في الفتره الاخيره دي يا جماعه انا جات لي رسائل ايميل كتير جدا وواتسابات كتير جدا، انا بشكر كل واحد فيكم حب يتواصل معايا، واللي لسه ما توصلش الرقم بتاع الواتساب هتلاقوه في الديسكريبشن تحت. بس لو سمحتم اللي يبعت واتساب يخش في الموضوع على طول، انا بستقبل في اليوم مش اقل من 3000 واتساب غير الايميلات، فصعب ان انا اخد وادي في المواضيع كلها. لا، اللي محتاج شيء او اي شيء نصيحه او سؤال او استفسار او عنده قصه عايز يقولها يكتب على طول اللي هو عايزه. تاني حاجه يا جماعه، اللي بيطلب مني ان انا اتوسع في حاجات معينه ما ينفعش، مش كل حاجه تتقال، مش كل شيء يتقال. دايما اقول لكم ما تقلقوش بس خافوا، في حاجات مش شرط انك تعرفها، لان لو عرفتها هتأذيك انت وهتضر لك، وصدقني زي ما بقولك كده اللي بيخش في حاجة زي كده بيتغر، تبقى اولها دلع واخرها ولع عشان تبقى عارف الموضوع مش سهل، لا دخول ولا خروج، رغم ان دخوله اسهل من خروجه. ابعد عن المواضيع دي كلها، انا اللي بقوله لك عشان العظة وعشان تستفيد مش اكتر من كده، وعشان تبقى عارف انا ما بخلش عن حد معلومة، مش استغفر الله العظيم ان انا متكبر على حد، لا، انا اديلي اكتر من 25 سنة في المجال ده، فبلاش انك تفتح على نفسك شيء لا انت ولا غيرك قده، محدش قد المجال ده، فخلي بالك من الحاجات دي كلها. اللي بيتكلم معايا بيقول لي الصور والطلاسم والتعويذ اللي بتحطها، اقول له ما تقلقش، الحاجات دي كلها متشال منها الحاجة اللي ممكن تأذيك، انا بحطها للايضاح بس. حتة ان انتوا عايزيني كل يوم احط قصة او كل يوم، صعبة يا جماعة، لان انا ما بحطش قصص ملفقة او قصص من تأليفي، انا بحط احداث حقيقية حصلت معايا، وزي انا قصة من قصة حكيتها على لسان واحد، بس هي كانت تجربة شخصية معايا انا، يا اما من رواه يكون انا اعرفه مصدر ثقة، يا اما متروكة في الاثر، التلاتة دول بس هما اللي بعتمد عليهم. انا ما بعتمدش على قصة من وحي الخيال او قصة مفبركة، ولعلمكم يا جماعة الحقيقة فيها حاجات لو اتحكت صدقني اصعب من الخيال بكتير بمراحل، حاجات مفيش عقل بشري ممكن يتقبلها الا لو كان فاهم دي ايه، ببعد عنها، ما برضاش ان انا اتكلم فيها علشان مصداقية القناة ومصداقيتي معاكم، لان سبحان الله مش كل الناس تفكيرها واحد. اللي بيبعت لي بيقول لي احنا عايزين نستفيد من خبراتك، بقول لك لا، استفيد من القناة مش اكتر من كده، استفيد من ان انا بقول لك ابعد عن اي حاجة تانية. عايز نصيحة انصحك لوجه الله نصيحة، اوكي. مش عايز تتواصل معايا اكتب لي في الكومنتات، عايز تبعت ايميل اوكي، عايز تبعت واتساب اوكي، بس اللي بيتكلم بخصوص بيقول لي بتعالج وما بتعالجش، لا، انا ما بخشش في السكة دي نهائي. اللي بيقول ابعت لي واكشف لنا الاسرار كلها، بقول له لا، مش كل حاجة بتتكشف، انت عشان تكشف سر ممكن تكشفه مرة واثنين وثلاثة او سر واثنين وثلاثة، بس في اسرار ليها اذنات مينفعش انها تتقال، ومش هتفيدك، مش هتفيدك اصلا، انت كده بتضر نفسك، زي ما قلت لكم اولها دلع واخرها ولع، ما بتبقاش العملية سهلة. فاتمنى منكم ان انتوا يعني خلينا في القناة استفيدوا منها، يعرفوا منها، يقربوا ربنا منها، يعرفوا النصابين بيشتغلوا ازاي، الدجالين بيشتغلوا ازاي، ازاي بداية استدراجك، ازاي بداية المشاكل بتحصل، دي حاجات مهمة. صدقوني يا جماعة اللي بيقول اخش اخد نظرة او القي نظرة واطلع، ما بيحصلش، مجرد ما رجلك دخلت مش هتطلع بسهولة، ولو طلعت هتتأذي، اسألوني انا، لازم هتتأذي. ده اذا كان ربك بيحبك كان حظك حلو وتأذيت، ويا عالم الأذية هتجيلك في ايه. ابعد عن الكلام ده كله، ابعدوا عن الكتب دي، ابعدوا عن الطلاسم، ابعدوا عن اي واحد يقولك انا شيخ انا كذا، 99% منهم كدابين، والواحد في المية اللي باقيين 99.9 منهم صحرة. ولو قعدت احكيت لكم عن الناس دي باسماء هتنصدموا، انا 25 سنة في الموضوع ده، 25 سنة بدرس الحاجات دي، بتصل بناس كتير، بسافر كتير، بجري ورا معلومة، ممكن اجري ورا معلومة شهر واثنين وثلاثة وعشرة عشان اتأكد ان المعلومة دي سليمة عشان اقتنع انا بيها. فلو سمحتم ابعدوا عن الحاجات دي كلها، استمتعوا بالقناة، استمتعوا بالحاجات اللي انا بحطها لكم،
وبالنسبة للناس بتقول لي احكي لنا تجارب شخصية، انا بالفعل حكيت تجربتين شخصيتين لي انا، وحطيتها بس حطيتها باسماء ناس تانية. وان شاء الله هيبقى في فقرة بعد كده كل فترة وفترة، لان زي ما قلت لكم مش كل حاجة ممكن تتحكي، مش كل حاجة هتصدقها، بس انا مش طالبك انك تصدق، انا طالبك تفهم، طالبك تعرف. حتى انك تصدق او تصدق، محدش بيصدق كل حاجة او كل حد، ده شيء يرجع لك انت ولقناعاتك ايه في الحياة. بس اللي انا بطلبه منك انك تبعد عن الموضوع دوت، ودايما بقول لك ما تخافش بس ابعد، او ما تخافش بس اقلق. المواضيع دي يفضل ان انت تستمع بس من راوي قصص، ما تخشش فيها ولا تحاول تحط رجلك فيها، لان مجرد ما رجلك ما دخلت مش هتطلع، وإذا طلعت زي ما قلت لك هتأذيك جامد، هتأذيك جامد، هتأذيك جامد. أتمنى إن أنا أكون وصلت لكم كل حاجة في الفيديو ده، وإن شاء الله الحلقات اللي جاية هتبقى حلقات قوية، تقيل لسه منزلش، لأن زي ما قلت لكم بضطر إن أنا أشيل أحداث كتير من القصة لمصداقيتها، والناس بتبقى فيها مواضيع حساسة مع ناس، فما قدرتش إن أنا أحطها مرة واحدة، وفي حاجات أنا بضطر آخد الإذن من أصحابها قبل ما أنشرها، وآخد أذنات تانية كتير عشان أقدر أتكلم في الحاجة ديت. وخصوصا اسمائهم، مش اي حد بيتكلم ولا اي حد يعرف التصنيف ماشي ازاي والسلسلة ماشية ازاي. فاتمنى ان انتوا تصبروا عليا، واتمنى دعمكم زي ما قلت لكم في الاول، ان القناة دي بتكبر بيكم وليكم، ان ارباحها كلها رايحة لوجه الله. فاتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى ان انتوا لو القصة اللي انتوا عايزين تعرفوها او تسمعوها، او الموضوع اللي انتوا عايزين تسمعوه، حطولي في الكومنتات تحت، او تبعتولي على الايميل، او تبعتولي على الواتساب. واتمنى منكم التواصل في الواتساب يكون مجرد ذكر الموضوع مباشرة. اتمنى منكم كل خير، والتقيكم المرة الجاية ان شاء الله على خير، ومع السلامة. انا هادر.